طبعا فاروق، عايز تتكلم عن الافتتاح ولا عايز تخش في صلب الموضوع ومباراه النهارده المفاجاه؟ ربما ان احنا ما شفناش قطر بالشكل اللي ربما الناس كانت بتامل ان هي تشوفها عليه. خليني الاول اخد من كلامك بخصوص الانطباع العربي اللي كان واضح قبل البطوله ان قطر عايزه توجه رساله معينه وتظهر تراثها العربي والتراث والثقافه العربيه عموما، وده ظهر. خلينا نتكلم تحديدا في اختيار استاد البيت لاحتضان المباراه الافتتاحيه. استاد البيت هو موجود في مدينه الخور دي، وتحديدا المنطقه اللي اتبنى فيها الملعب هي منطقه صحراويه تماما. كان في تحدي موجود قبل بناء الاستاد ان المنطقه دي ازاي هتتخضر وازاي هيبقى فيها عمران، ورغم كده قطر عملت الاستاد بشكل عربي وتصميم عربي وطراز عربي خالص. وغير كده الفقرات اللي كانت موجوده في الحفل كان في اغاني عربيه، كان في رقصات عربيه، وكان الانطباع العربي موجود من البدايه، وده كان شيء اسعدنا كلنا كعرب.